شوريا، أنا عندي فكرة. رح نطلب مساعدة عمي راتان، خلينا نحكي معه هلأ، أو إلك فينا نشتغل عنده بالمطعم، صح؟ بس مهك. بدون بس، شوريا، شوف، وافق بترجاك، هاي فكرة حلوة، على القليلة هلأ، مانا مضطرين نشتغل هنيك دائماً، تعرف؟ مطعم عمي راتان كان له فضل كتير كبير علينا، لأنه هنيك تقابلنا لأول مرة. سيد كنا، هدول اللي بيسمعوا من زوجاتهم دائماً بيكونوا سعيدين. يلا طيب يلا، ما بتأخر عليك. صار له مسكر أسبوع. ألو، هو كان مخطط إنه يسافر من هون، بس أنا ما كنت مفكرة أنه رح يروح بهالسرعة كلها. شو بدنا نساوي هلأ؟ رح نستنى لحتى يرجع. أنا واثقة أنه عمي راتان في عنده شغل لقلنا اتنيناتنا، لوقتها رح نفكر بشي تاني. شو رأيك؟ يلا خلينا نروح. يلا تعالي مهيك. يشوب كتير وما في معنا مي، وما أكلت غير شاي وبسكوت من الصبح. مهيك شو صار لك؟ مهيك حرارتك مرتفعة، لازمها دواء، وما معي مصاري اشتري مي حتى. شوريا، أنا منيحة بس حاسة بشوية دوخة. لك أنت بس خليك جنبي، رح نرتاح بس شوي. كيفك؟ مرحبا معلم. أنا رح أطردكم اتنيناتكم شي يوم، لأنكم بتضلوا صافنين. عم نضل صافنين من كتر التعب، التعب والتفكير. ايه معلم، هو معه حق، صح. لا تتزكى علي. يلا روحوا. بس ليش هيك يا معلم؟ روحوا من هون. مو بالتصرف معلم، عم تطلع. روحوا. بتشوف شو في شوريا؟ على شو عم تطلع؟ ما هيك خليكي هون، استني شوي، لا تروحي لمكان. ايه أنا بترجاك ضروري إني أشتغل. شايف هدول الأكياس؟ طلعن على السيارة كلهم. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجو